نحن مع أي مبادرة ممكن أن تعيد هذه أو هذه العوائل إلى هذه المناطق، ويجب أن تكون هذه العودة غير مشروطة وغير غير مقيدة لهذه العوائل، فبالنتيجة عودتهم مهمة لإعادة الاستقرار والأمن لهذه المناطق. هذا ملف جدا ضروري، وإحنا كمجتمعات كناشطين كأكاديميين لازم ندعم أي مبادرة بهذه الجهة، لأن تعرف النازحين، ملف النازحين هسه صار لكم سنة وغير معالج، وهو بأمس الحاجة إلى المعالجة. من مبادرة الشيخ خميس الخنجر لعودة أهلنا في جرف الصخر، علما أن الشيخ خميس الخنجر منذ عودته إلى بغداد هي كانت من أولويات عملي في بغداد، عودة النازحين والكشف عن مصير المغيبين وعادة إعمار المناطق التي احتلت من قبل داعش، وأن هذه لم تكن أول مبادرة.